دوكا نروحوا لاخر فقره للبرنامج هي فقره الالغاز. قول لي تحب شويه الالغاز؟ سلكها شويه في الالغاز. سلكها شويه لاباس. هاي صح. دوكا نشوفوا كي لا تقدر تعرف لغزنا. راح نحاجيك انا دوكا ياك ونحاجيك على الكاف، والكاف باهيه وعزيزه على كل مراه، وتزيد في العين نظره، هي عزيزه على كل مراه، هو عزيز على كل مراه ويزيد في العين نظره. وشنو هذه الحاجه اللي عزيزه على كل مراه؟ ده ولادها. تزيد في العين نظره. لا لا تزيد في كل مره. العين نظره قلت لك بالكاف. هذه حاجه يستعملوها النساء العينين. والله ما بكرين كانوا يديروها بزاف. هو عزيز على كل مرة ويزيد في العين نظرة. مواقف المواقف تاع الرجل مع المرأة هكا شغل عكاز. هو هذه يبدا بالكاف. هي فيها يبدأ ولا حاجة؟ فيها حاجة تستعملها المرأة وتبدا بالكاف، حرف الكاف تزيد في العين نظرة. كل صحيحة. كحل. إجابة صحيحة. شكرا لك على المشاركة. قل لي تحب شوية الألغاز؟ إيه عندي كتاب ديجا ربحت تاع الألغاز قدام. إيه هيا صح. مالو دوك نشوفو كي لا شاطر في الألغاز. لغزنا يقول دوك أنا حنحاجيك ونحاجيك على الكاف، تسمى هذا الإجابة حتبدا بحرف الكاف ياك. هيا صح. الكاف باهية وعزيزة على كل مرة وتزيد في العين نظرة. كاف باهية وعزيزة على كل مرة وتزيد في العين نظرة. عزيز على كل امراه. حبي يقول لك اختصاصي لي في العين، حاجه في العين. وتستعملوا نساء، ديروا نساء. يبدا بحرف الكاف. الكاف ومن قديم. يزيد في العين نظره. يزيد في العين نظره الكحول. متاكد. قول لي دوكا تحب الالغاز؟ شويه. شويه. جداتي كانت تحكي لي. تدير لك الالغاز. ايه. وانا مربيتني جده زعما نعرف هادو صوالح. بالك ما لقات لك هذا اللغز من قبل. بالك لغزنا يقول هو عزيز على كل مرة ويزيد في العين نظرة. عزيز على كل مرة ويزيد في العين نظرة. ما بالك هذه جداتك كانت تستعمل هذه الحاجة ثاني. يزيد في العين نظرة. ماشي كحول. الكحول. سي. إجابة صحيحة. شكرا. دوكا انا حنحاجيك ونحاجيك على الكاف، والكاف باهيه وعزيزه على كل مرة وتزيد في العين نظره. هي عزيزه على كل مرة وتزيد في العين نظره. كرامه. لا لا هذه حاجه تستعملها النساء تزيد في العين نظره. واش يديروا في عينيها؟ تبدا بالكاف. واش يديروا في عينيها؟ بكري كانوا يديروا بزاف. يزيدوها في العينين. وسمو الله يخشيشو. وسمو اللي يديروهم في عينيهم كحل. إجابة صحيحة. شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة.